بص، احنا عندنا ان هو بتحسب يوكو دي يعني نقطة، وزاري دي يعني نقطتين، ايبون دي يعني ثلاث نقط. الحكم بيبقى واقف في النص، تمام، وبيبقى في اربع حكام قاعدة على كرسي بتشوف النقط، يعني اللاعب اللي بيسجل نقطة تقوم الحكم رافع. احنا طبعا بيبقى لابس، واحد بيبقى لابس ازرق، واحد بيبقى لابس احمر. فاللاعب الاحمر مثلا لو سجل نقطة في اللاعب الثاني، الحكم بيرفع العلم الاحمر على حسب بقى. لو رفع كده دي يعني نقطة، رفع كده ده نقطتين، رفع كده ثلاث نقط. وطبعا لازم حكمين يرفعوا في نفس الوقت، ما ينفعش لو حكم واحد بس رفع النقطة ما تتحسبش. الحكم اللي هو السنتر بقى ما يوقفش ويحسب، لا لازم حكمين يرفعوا، على الاقل حكمين يرفعوا. فلو حكمين رفعوا، الحكم اللي في النص بيوقف يقوم مدي نقطه للاعب اللي يشوف اعلامه، الاعلام انهي لون علم مرفوع، سواء العلم الازرق مرفوع هنا وهنا او هنا وهنا، يقوم مديله بقى يوكو او وزاري او على حسب ما الحكام رافعين النقطه. هو الكاراتيه عباره عن كاتا وكوميتي. الكاتا دي حركات انت اللاعب بيعملها بشكل معين بسرعه معينه، بيتخيل حد قدامه، بيدافع عن نفسه بيها. والحكام تبقى طبعا برضه عشان افهمك طبعا بتتحسب ازاي، بيبقى في حكام قاعدين بره بيتفرجوا على اللاعب وهو بيأدي الكاتا بشكل المناسب، بيديله درجات على حسب تقييم، يعني بيقيموه على حسب اللعب اللي هو لعبه، او السرعه عن طريق السرعه، فنياته، اداؤه البدني عامل ازاي وهو بيعمل الكاتا. طبعا عندنا مثلا كاتات كتير، كل واحد بقى بيختار الكاتا الكويس فيها او اللي المفروض هيلعبها، والحكم بقى بيقيم ويدي الدرجات، واعلى درجات هو اللي بيفوز. بيبقى فيه لاعبين قدام بعض، واعلى درجات الحكم بيفوز. الكوميتي دي اتنين قدام بعض بيلعبوا مع بعض، بقى حاجة حقيقية مش وهمية زي الكاتا. كده انت بتتخيل الواحد بيبقى قدامك وانت بتدافع عن نفسك بطريقة معينة بالحركات الفنية المعينة، لكن الكوميتي انت زي خناقة كده مع اللي قدامك يعني. طبعا الاتنين مشاركين في الأولمبياد، في ايفنت فردي للكاتا الولاد وايفنت فردي للكاتا البنات، وثلاث ايفنتات للولاد في الكوميتيه بثلاث موازين، وثلاث ايفنتات للبنات في الكوميتيه بثلاث موازين. مصر مشاركه بالكوميتيه بس، محدش في الكاتا اتاهل، سوء الحظ يعني، مفيش حد اتاهل من مصر في الكاتا يعني. والله بص، هو الموضوع صعب جدا، لان انا ما اكذبش عليك، هو مش هقول لك ان انا موفق وكده، بس هو الموضوع صعب، وعلى قد ما بقدر بحاول اوفق هنا على قد ما اقدر، بعمل اقصى حاجه عندي هنا وهنا اللي اقدر عليه، ان فعلا الموضوع صعب. انت دراسه مهمه برضو، دي حياتك، او انا بالنسبه لي الكاراتيه حياتي، ما اقدرش اعيش من غيره بصراحه. وهوايتي وحاجه انا كنت في دمي يعني، اعتبر كده زي الادمان. فانا على قد ما اقدر بحاول اوفق من هنا بين هنا وهنا، ويعني الحمد لله ربنا بيعين يعني. برضو ما يلاقي واحد بيجتهد في دراسته وبيجتهد في حياته عامه يعني، فربنا يوفقه. عايز اقول لك، هو الموضوع بشع، ان يعني انت بتسافر كتير، وفي سكاشن لازم تحضرها، وفي محاضرات، وبرضه انت كليه عمليه وكليه مهمه، وكليه يعني المفروض تتخرج، لما تتخرج ان شاء الله تبقى دكتور وبتعالج الناس بس الحمد لله ربنا يعني بيكرم يعني. حسب الشخصيه او المنتاليتي بتاع كل واحد. انت انا شخصيا انا بفصل عن اي حد بيتكلم، سواء يعني كلام تحفيز او كلام سلبي، خاصة اوقات البطولات او وقت يعني المنافسات يعني، مش بركز، تركيزي كله في البطولة. انا اهم حاجة في كل المواضيع ده كله يعني الميدالية بتاعتي اللي انا اكسب واجيب ميداليتي، ايا كان اي حد هيقول لي كلام مثلا ايجابي، شكرا، بس برضو انا اهم حاجة بالنسبة لي يعني، لو قال لي كلام ايجابي وانا ما جبتش ميدالية مش هتفرحني. اهم حاجه بالنسبه لي ميداليه، اقول كلام سلبي او اقول كلام ايجابي، بس اهم حاجه بالنسبه لي انا اجيب ميداليتي واكسب. فانا بفصل ايا كان، طبعا شكرا طبعا لاي حد بيشجعني واي حد بيدعمني، دي حاجه طبعا فوق راسي، بس
انا بفصل عن اي كلام خالص اصلا قبل البطوله، بقفل السوشيال ميديا، بقفل التليفون ده، ما بيبقاش عندي غير واتساب بس، اتكلم بس اهلي او اعرف مواعيد تمرين او اعرف حاجات معينه مع الكابتن بتاعي والكلام ده، عشان برضو لازم يبقى في تواصل. وبقفل كل حاجه عشان اركز برضو في الايه، في البطوله بتاعتي، وان شاء الله يعني ميداليت، يعني ان شاء الله يعني ربنا يكرم اجيب دهب اولمبياد باذن الله. اصل هو بيبقى شغف، شغف مع ضغوطات حياه، مع اصل طبيعي الواحد طبيعي يبقى عايز يتجوز، عايز يبقى خلاص بقى يشوف حياته ويشتغل فخلاص انت خلاص، طالما انت خلصت كل حاجه او عملت اللي نفسك فيه في الكاراتيه وحققت حاجه فعلا تفتخر بيها وتخلي ولادك لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتخلص يفتخروا، والناس اللي حواليك يفتخروا اللي انت عملت الانجاز ده، خلاص يعني ده دي بتبقى سنة الحياة. محدش بيعيش طول حياته بيلعب رياضة يعني، معنى صح، بس ملهاش سن معين، بس انت على حسب ما بتدي، او انت شايف خلاص كده انت مش قادر تدي وخلاص، انت بقى عايز تشوف حياتك وتشوف شغلك وتشوف حياتك بقى الطبيعية بقى زي اي انسان، لان طبعا حياة الرياضي بتختلف تماما عن حياة اي انسان عادي يعني.